كان ممتعا كعادتي في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. فكرة ان الرباط الصليبي اصابته تخلي الانسان يبطل كورة خالص او ده كان زمان؟ مفصل الركبة في حد ذاته مفصل نسبيا مش ثابت، ممكن اي رباط في الركبة يتمزق او يتقطع، اكثرهم شيوعا واكثرهم مشاكل واكثرهم تأثيرا على المريض هو الرباط الصليبي الامامي. ركبتك بتخونك، ركبتك بتخونك بتخونك، يعني هتقع، مش ثابتة يعني بتيجي في مواقف معينة اللي انت متوقع منها تكون معك وتخونك فيها. العلاج الطبيعي له دورين، دور قبل العملية ودور بعد العملية. الدور اللي قبل العملية هو استعادة وضع مفصل الركبة لحالة شبه طبيعية، ما يبقاش فيه ورم، ما يبقاش فيه انتفاخ، مدى الحركة يكون كامل عشان أبدأ العملية من نقطة كويسة وأقلل المشاكل. عالمي كبير في موضوع مهم جدا للشخص العادي واللي لعبته الرياضة بكل أنواعها، كرة القدم تحديدا، لكن كل أنواع الرياضة ممكن يتعرضوا لإصابات خاصة بالرباط الصليبي، وده جزء من حوارنا النهارده المهم. في لعيبه كتيره قوي في العالم، يعني فكره ان الرباط الصليبي اصابته تخلي الانسان يبطل كوره خالص او ده كان زمان، يعني اعتقد انه احنا في ناس زمان قوي لم تخني الذاكره بطلوا بسبب الرباط الصليبي. مختار اعتقد النجم الكبير في النادي الاهلي كان ساعتها الجراحات يعني مش متقدمه فعشان كده بطلوا. زيزو عبد العزيز عبد الشافي نجم نجوم الاهلي القديم، يمكن طاهر الشيخ كمان، ابراهيم يوسف نجم الزمالك الله يرحمه، الغزال، كل دول في وقت من الاوقات كانت الجراحات لسه مش بالتقدم اللي موجوده بيه دلوقتي. لكن في لعيبه بقى في العالم وفي مصر عملوا الرباط الصليبي ورجعوا لعبوا احسن مما كانوا بيلعبوا، لعبوا كويس جدا يعني واستمرت مسيرته. في منهم تاثر شويه، في منهم رجع بنفس المستوى، في رجع منهم لاعب بمستوى قريب جدا من اللي كان قبل الاصابه. اشهرهم طبعا الظاهره رونالدو، رونالدو سافينومينا البرازيلي، زلاتان ابراهيموفيتش بيلعب لغايه دلوقتي 40 سنه، ده ظاهره لوحده، السلطان زلاتان ابراهيموفيتش، احمد حجازي ما شاء الله بيلعب وعنده اصابات في الرباط الصليبي، حسام غالي ذا ماجيكو، الماجيكو حسام غالي ده لوحده ده أسطورة، أسطورة بحق يعني، والراجل ده اتظلم جدا جدا على مستويات كتيرة يعني. حسام غالي كان ممكن يكون واحد من أعظم لاعبي العالم فعلا، وهو بالفعل فنيا كده انظلم، إصابة مش هي اللي ظلمته، حاجات تانية، لكن أصيب. توتي، وأعتقد توتي لغاية دلوقتي بيلعب، ما اعتزلش، في روما، ملك روما. وحسني عبد ربه، بس حسني عبد ربه بعد اصابات الرباط الصليبي ما اداش زي ما كان قبل اصابات الرباط الصليبي. ناصر ماهر نجم الاهلي دلوقتي، رودفال نستروي، كل دول اساطير ولعبوا بشكل جامد جدا. تشافي، بس برضه تشافي زي حسني عبد ربه ما اداش بعد الرباط الصليبي زي ما كان قبل الرباط الصليبي، الناس دي كانت جامده قوي قبلها. ايه السبب وايه القصص والى اخره؟ دي قصص مثيره جدا. أنا كراجل بحب الكورة، ويعني أعتقد إن أنا مشجع محترف، حلو مشجع محترف دي، يعني كل الإصابات دي عشت مع كل الفرق اللي أنا بشجعها في مصر وبره مصر، يعني عن قرب بهتم بصحة اللاعبين اللي أنا بشجعهم، بقيت مهتم جدا بالرباط الصليبي. فالنهارده لازم أقول إنه حلقة مهمة جدا لكل الناس، اللي حتى اللي بيصابوا بقى وهم معدين الشارع. الناس العادية اللي بتلعب في يوم سبت ولا يوم جمعة ولا يوم خميس في ملعب بتاع النادي، ناس بسيطة تصاب بالرباط الصليبي. فالنهاردة هنتكلم بالتفصيل عن هذه القضية المهمة العلمية المهمة جدا. الحقيقة النهاردة سعيد جدا لأنه ضيفي واحد من الأسماء العالمية، اسم مصري نفخر جدا بوجوده معانا النهاردة، بسعد جدا بكل الأداء الراقي جدا اللي بيعمله في ألمانيا وفي مصر. طبعا ألمانيا هي محراب الرباط الصليبي أو علاج الرباط الصليبي، وهي المرجعية العالمية، أقوى ناس في العالم موجودين في ألمانيا، وواحد من الناس اللي بيستروا أسمائهم ما شاء الله، رغم أنه هو يعني في جيل يعتبر جيل
يعني مش شباب قوي لكن شباب برضو بلا شك، اسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور محمد أبو العطم، استشاري جراحات مناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب، وصاحب الزمالة الألمانية والبورد الألماني، استشاري جراحات مناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب في ألمانيا رون كلينيك في بايرن ميونخ، وزميل مركز سان أنطونيو بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لجراحات مناظير الكتف المتقدمة، وطبعا هو مساعد للبروفيسور إمهوف، والبروفيسور إمهوف طبعا غني التعريف والجراح العالمي لإصابات الملاعب والركبة. دكتور محمد منورنا في مصر وسعيد جدا بهذه الزيارة. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، فرصة أنا اللي بشكرك جداً. شكرا جزيلا على أنك أول ما بتيجي مصر بتدينا فرصة إن احنا نلتقي. ربنا يخليك، احنا نتشرف باللقاء معاك ومع السادة المشاهدين، ويشرفنا نقدم معلومة جديدة ونساعد أي حد يكون عنده مشكلة أو محتار في مشكلة أو طريقة لك. هو أنت دلوقتي ما شاء الله يعني في حركة رغم الكورونا ورغم الظروف اللي موجودة في العالم، لكن أنت مقسم وقتك ما بين مصر وألمانيا. بالضبط، أنا موجود في ألمانيا حاليا معظم الوقت، لكن بحاول أنظم وقتي بحيث أن أنا أكون موجود في مصر دوريا كل شهر لمدة أسبوع أو مجموعة أيام، بحيث أن أنا برضو أتابع المرضى بتوعي هنا، نشوف المرضى الجداد، نتابع المرضى اللي عملنا لهم عمليات، نحاول ننقل مع زمايلنا الخبرات اللي هناك وهكذا. اللعيبة اللي عملوا عندكم بترجع تشوفهم هنا بالضبط، يعني بدل ما هم يسافروا لك ولا لا نقعد نشوفهم هنا بالضبط، وبالضبط مع ظروف الكورونا وتقريبا حظر السفر أو صعوبة السفر من هنا لألمانيا. لا وبعد الكورونا زادت إصابات الركب لأن اللعيبة بطلت التمرين شوية ورجعت تخبط في بعض جامد، يمكن الجيم او الفيتنس كلابس قافله، التاهيل مش شغال زي ما كان زمان، ده بيرفع نسبه الاصابات يعني. هذا المفصل الاسطوري كلمني عنه بقى، قول لي ليه هو اسطوري. مفصل الركبه هو مفصل بيتحمل وزن الجسم كله، يعني اثناء المشي او الحركه في نقطة معينة من دورة الحركة بيكون كل وزن الجسم على ركبة واحدة من الركبتين، وبالذات أثناء الجري أو الالتحامات أو الدورانات. مفصل الركبة في حد ذاته هو مفصل نسبيا مش ثابت، يعني زي مفصل الفخذ في تجويف وراس العظمة بايتة جواها وثابتة، بالعكس ده هو مفصل فلات شوية، يعني العظمة اللي تحت والعظمة اللي فوق بيربطهم ببعض أو بيثبتهم الأربطة، وفي مجموعة من الأربطة اللي بتضمن ثبات الركبة، في رباط داخلي ناحية جوه على أساس إن دي الرجل اليمين والتانية الشمال، فبيبقى ناحية جوه أو الداخلي. دي خلي بالكوا دي رجل اليمين. بالظبط دي الرجل اليمين. بقول داخلي يبقى ده ناحية الركبة التانية داخلي، وده الخارجي اللي هو موجود هنا. جوه الركبة نفسها بقى في اتنين رباط صليبي، مش واحد رباط صليبي، في رباط صليبي أمامي وده ماسك من العظمة اللي تحت قدام للعظمة اللي فوق ورا، وبالتالي لما نبص عليه من الجنب هو وظيفته ان هو يثبت العظمة اللي تحت ما تروحش قدام، وبالتالي لما يحصل فيه تمزق او قطع في الرباط الصليبي الامامي بتكون الركبة دايما عندها قابلية انها تتحرك لقدام اكتر من الطبيعي، ما تثبتش زي الطبيعي، وعكسها الرباط الصليبي الخلفي بالظبط بيمنع الحركة ناحية الخلف. ده بالنسبة للتركيب التشريحي لأربطة الركبة، وطبعا في الغضاريف الهلالية وغضاريف سطح المفصل اللي بتضمن جزء من الثبات. ايه المشاكل اللي بتحصل بقى في الحاجات دي؟ المشاكل في مشاكل ناتجة عن الإصابات، وفي مشاكل ناتجة عن السن وإساءة استعمال الركبة وعدم استعمالها بالطريقة المثلى. نركز أكثر على الإصابات لأن هو ده الموضوع الأكثر شيوعا والأكثر أهمية، لأنه غالبا بيصيب ناس صغيرة أو ناس شباب أو ناس أكتف، ونتيجة الإصابة بتكون مشكلة كبيرة سواء في نمط حياته اليومية أو في رغبته في استكمال الرياضة أو مسيرته الرياضية، فدي بتعمل مشكلة كبيرة. الإصابات ممكن أي رباط في الركبة يتمزق أو يتقطع، أكثرهم شيوعا وأكثرهم مشاكل وأكثرهم تأثيرا على المريض هو الرباط الصليبي الأمامي. ده اللي بيحصل، ده أكثرهم مشهور، أكثرهم شيوعا وأكثرهم أهمية. يعني الرباط الداخلي لما بيتقطع ممكن بدون عملية خالص يلم ويبقى كويس في المرحلة الأولى أو الثانية. الرباط الصليبي الأمامي رباط لا يلتئم،
يعني معروف في التاريخ كده ان هو لما بيتقطع في الغالب ما بيلتئمش لوحده الا لو كان قطع جزئي، يعني جزء فقط من الرباط هو اللي مقطوع، وبالتالي غالبا بيتطلب عملية او علاج جراحي الا في المرضى اللي هم مثلا كبار في السن، يعني بعد سن الأربعين زينا كده لو الرباط الصليبي اتقطع ممكن ما نعملوش العملية، ممكن نكمل في العلاج التحفظي على أساس إن احتياجاتي اليومية والرياضية مش عنيفة ومش عالية، فممكن في الحالة دي ألجأ للعلاج التحفظي. إنما المريض عنده 20 سنة 18 سنة 25 سنة لعيب بروفيشنال بيلعب بالضبط كده، فما ينفعش نمشي علاج تحفظي لأن الركبة بتكون في هذا الإطار غير ثابتة تماما وبتؤدي الى مشاكل اخرى، بتكون ان الاجزاء الاخرى من الركبه نتيجه زياده عدم الثبات او الحركه الاجزاء الاخرى بتتمزق، واهمها الغضروف الهلالي وغضروف سطح المفصل، وده بيكون له نتيجه ان الركبه يحصل فيها خشونه مبكره، ده علاوه على عدم الثبات اثناء التمرين واثناء الحياه اليوميه، الاحساس المستمر بالخيانه، وهنا الاهميه فيها مستمر بخيانه الركبه يعني. بالظبط ركبتك بتخونك، ركبتك بتخونك بتخونك يعني هتقع مش ثابته، يعني بتيجي في مواقف معينه اللي انت متوقع منها تكون معاك وتخونك فيها. انت ماشي في حته ضلمه بالليل، انت بتلف بسرعه طالع من رصيف نازل من عربيه، اي مواقع فيها لف ودوران وتحميل على رجل واحده بتسيبك. يا لهوي انا عندي ليك سؤال مهم قوي هساله لك في الاخر، بس هقول لك عليه نص دلوقتي بس ما تجاوبوش دلوقتي، اصل انا بدات ارجع العب كوره تمام، انا قلقان قوي. بس ما عندكش رباط صليبي؟ ما عنديش رباط صليبي خالص. بلعب ايه المشكله؟ لا انا بلعب، ما انا خايف يجي لي رباط صليبي. لا مش هيجي لك بالسهوله دي، هو الرباط الصليبي بيجي بمجموعه عوامل معينه قد تحدث، اولها سوء التمرين او التاهيل او الاستعداد. يعني مشكله الرباط الصليبي بتحصل ما بنشوفهاش في لعيبه بروفيشنال وهاي بيرفورمانس او اداء عالي كتير، اكتر ما بنشوفها احيانا في الهواه. ما هو انا الهواه دول. ما احنا عايزين بقى نتدرب كويس. ليه؟ انا بقول الفرق ايه، ان عدم التدريب عدم التاهيل الكويس هو ده اللي بيأثر. النقطه الثانيه المبالغه في التوقع، يعني انا بروح كل اسبوع العب نص ساعه، فما ينفعش او اتخيل ان انا ممكن ادي نفس الاداء اللي البروفيشنال يعمله، لازم كل واحد يكون او اللي كنت بعمله بالظبط او اللي كان بيعمله اللي كان بيتعمل من 15 سنه بالزبط. انا بكلم نفسي اهو، ما ينفعش تعمل النهارده، كل مرحله وليها اداء. فات 15 سنه على ماتش بس ده ما يمنعش ان احنا لو انت بتلعب في مكان كويس، ارضيه الملعب كويسه، السبورت وير الشوز والحاجات دي كويسه، بتقلل الاصابه بشكل كبير. لو احنا قربنا شويه، ما هو الرباط الصليبي؟ الرباط الصليبي الامامي اللي هو احنا قلنا عليه، ده رباط داخل الركبه قطره حوالي سنتي تقريبا، طوله حوالي 3 سنتي، بيمتد من عظمه القصبه من قدام لعظمه الفخذ ورا، وبيمنع انزلاق عظمه القصبه للامام، ده وظيفته الاساسيه. له جزء ثانوي اللي هو بيمنع الدوران الزائد عن الحد للركبه، وبالتالي لما بيحصل فيه قطع او تمزق، التمزق ده في الغالب هو مرادف للقطع عشان ما نلخبطش في الاثنين، لكن احيانا قد يكون قطع جزئي وده بنسميه التمزق. في الحاله دي ممكن يحصل نوع من انواع الالتئام والتليف، والرجل تكون الى حد ما ثابته نسبيا. القطع لما يكون كلي احيانا كتير يبقى مصاحب معاه قطع جزئي في الاربطه المحيطه، وده اللي بيخلي الرجل مش ثابته جدا، وده بيتطلب احيانا ان احنا نعمل عمليه حتى لو الانسان مش لعيب كوره مش محترف، عشان حياته اليوميه، عشان احساسه بعدم ثبات الركبه والمواقف اللي هي الركبه بتيجي فيها ما تسدش معاه، يعني بالمصري كده بيكون احتياجه ليها عالي، وخصوصا لو سنه اقل من 40 سنه زي ما قلنا. دائما في كل برنامج من برامج الرياضيه بالليل نقعد بقى نتفرج، يعني مثلا اللعيب اتصاب في الملعب، فيجي بالليل الخبر مثلا الكابتن مدحت شلبي الله يمسيه بالخير، يروح متصل بالدكتور بتاع النادي او يتصل بالمدرب، غالبا بيتصل بمدير الكوره، فيتكلموا على هل ده قطع، ده رباط صليبي ولا مش رباط صليبي، كان لسه لعيب اصيب.
في في في, في مباراه يعني بتاع من فريق، وكان الحوار هو ضربة صليبي ولا مش ضربة صليبي، هل في اعراض بتعرفني ضربة صليبي او تخليني اقول لا ده احتمال ما يكونش ضربة صليبي؟ بالظبط، في حاجات بيحس بيها المريض. اولا في طبيعه الاصابه، طبيعه الاصابه ان في يكون غالبا تحميل على رجل واحده مع التفافه قويه او هجمه عنيفه شويه، اصطدام عنيف بمهاجم او خصم، بيحصل بعدها زي صوت فرقعه او طرقعه عاليه جدا جوه الركبه، المريض نفسه بيسمعه ويحس ان حاجه طقت زي ما هو بيقول او فرقعت. بيحصل في خلال دقائق او 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 ساعات تورم شديد في الركبه، وده نتيجه عن النزيف اللي بيحصل مكان قطع الرباط الصليبي وتجمعه. اللعيب غالبا ما بيقدرش يكمل الماتش او اللعبه، بس بيخرج ماشي على رجليه، بيعرق بيقدر يمشي على رجليه لو هو انقطاع في الرباط الصليبي الامامي بس، وبقيه الاربطه كويسه يعني ما حصلش خلع في الركبه ما حصلش، بيقدر يمشي، لكن بيكون الالم شديد جدا والتورم بيحصل بسرعه، وزي ما قلنا ما بيبقى في احساس بعدم الثبات فما بيقدرش يدوس عليها ويكمل. معظمهم بيبقى حاسس بيطلع يبكي لانه عارف ان ده الرباط الصليبي، هو سمع الصوت اللي بيحصل وده بيبقى واضح جدا وعنيف جدا وبيحس بيه في ساعتها. نكمل التشخيص ازاي؟ طبعا بنبدا بالفحص، الطبيب او طبيب الفريق او في الملعب بيبدا يفحص الركبه مبدئيا كده، بيشوفها غير ثابته في اتجاه القطع، بنكمل التشخيصات بعد كده بقى بالاشعه الرنين المغناطيسي، ودي بتظهر القطع بنسبه 100% لو في قطع. في الناس العاديه ممكن تحصل ده كله، وقعه بتعمل ميكروباص، الناس البسطاء بالظبط بيهملوا، يعني في ناس انا بقابلهم في حياتي يقول لك انا عندي رباط صليبي، طب انت بقى لي سنتين، ايه مضاعفات اهمال العلاج؟ مضاعفات اهمال الرباط الصليبي لو هو قطع كلي زي ما احنا قلنا، وفي احساس مستمر بالخيانه وعدم الثبات، وبالذات في الناس اللي هي بنيتها العضليه ضعيفه شويه، لان هي بتؤدي الى ثبات الركبه، فلو البنيه العضليه كمان ضعيفه ده معناه ان الركبه ما عادش فيها العوامل الاساسيه. يحصل دايما حركه زياده، يعني الركبه بتتحرك اكتر من المدى المفروض، ده بيؤدي الى ارتطام بين اجزاء الركبه وبعضها البعض، الامر اللي بيؤدي الى خشونه في الركبه وقطع وتمزق في الغضاريف الهلاليه الاخرى. مع الوقت ده يعمل خشونه، وقد يفوت علينا فرصه ان احنا نقدر نعمل بعد كده رباط صليبي لو حصل خشونه. وفي الحاله دي بنلجا نعمل عمليات ثانيه زي الشقه والاستعدال العظمي عشان نعدل الخشونه ونعدل درجة ثبات الركبة بطريقة معينة، بحيث ان احنا نعمل شق عظمي في اتجاه الرباط الصليبي يثبت الركبة اكبر. ده كان ممكن تغضيدي عملية كبيرة لو انتبهنا بدري وعملنا الرباط الصليبي او عملية الرباط الصليبي في الوقت المناسب قبل ما الاوان يفوت. واحنا جاي لنا بقى لعيب او جاي لنا شخص سواء محترف او هاوي مصاب برباط صليبي، ايه الخطة العلاجية؟ احتمالات العلاجية؟ بنبص الاول على السن بتاعه، احنا في انهي مرحلة عمرية؟ شاب نشيط لعيب، حتى لو مش لعيب، هل هو طبيعة عمله بتتطلب مهندس مدني مثلا، هو طالع ونازل مثلا سقالات سلالم عامل مثلا، ده غير مثلا واحد سنه أكبر شوية هو موظف في مكتب أو كلام من ده. فالإكسبكتيشنز بتاعت السبورت، أنا بلعب رياضة ما بلعبش رياضة، أنا عايز ألعب وأكمل رياضة ولا لا، ونبدأ دايما بالعلاج التحفظي قبل العملية ونشوف درجة ثبات الركبة. الركبه بالفحص غير ثابته تماما، احنا بننصحه لو سنه صغير دايما ان هو يعجل بالعمليه لتفادي الاصابات الجانبيه او الاثار الجانبيه اللي هي ممكن تحصل في الركبه. هل في علاج تحفظي؟ في علاج تحفظي طبعا، تقويه العضلات لها دور مهم جدا في الحفاظ على ثبات الركبه، وخصوصا لو لما نقول ان هو المتطلبات او التطلعات مش عاليه والسن يكون اكبر شويه. امتى نلجا للجراحه بقى؟ نلجا للجراحه لما يكون القطع نفسه قطع كامل، المريض نفسه عنده إحساس بعدم ثبات الركبة، الإحساس بعدم ثبات الركبة ده بيخليه في حياته اليومية وفي عمله وفي طموحه الرياضي غير قادر على الأداء بصورة مرضية، ففي الحالة دي بنلجأ للعملية. إيه العملية يعني؟ احنا بنسمع عن عمليه الرباط الصليبي. العمليه زمان كانت تتعمل بجراحه مفتوحه، حاليا مع تقدم المناظير بقت بتتعمل بالمنظار، ودي بتقوم على اساس ان انا بجيب حاجه بنسميها رقعه او جرافت من مكان معين هنتكلم عنه كمان شويه، وزي ما احنا شايفين في الفيديو بنبدا الرباط الصليبي الامامي له مكان في العظمه تحت ومكان في العظمه فوق، بنحفر زي نفق في العظمه تحت ونفق في العظمه فوق، ونبدا نعدي الرقعه جوه النفق جوه الركبه
وجوه النفع اللي فوق، ونبدا نثبته بطرق مختلفه وكتيره جدا وفيها تقدم رهيب في السنوات الاخيره على حسب تواجدها وتوافرها. هي دي فكره العمليه، ان انا بعمل نفع ونفع واعمل رقعه بينهم، واعمل رقعه بينهم وثبته في النفق اللي تحت والنفق اللي فوق بطرق كتيره جدا، في في مسامير، في باتونز، في زي شرايح معدنيه صغيره، في طرق كتيره جدا وطرق حديثه جدا كمان للتثبيت. المنظار قدم كثير للعمليه دي؟ المنظار قدم كتير طبعا، لان المنظار نفسه له فوائد كبيره جدا ان انا اتجنب الجراحه المفتوحه. المنظار بيقوم على احداث ثقوب او فتحات بسيطه جدا في الركبه، يعني فتحة من هنا وفتحة من هنا، وابدأ عن طريق الفتحتين الصغيرتين دول انا اشوف من ناحية منهم واشتغل من الناحية التانية، واتجنب شق او فتح كبير جوه الركبة اللي هو ممكن يكون له مضاعفات كبيرة زي التيبسات والتليفات، ودي امكن تجنبها. والعملية بتتم تقريبا بنفس الكفاءة كل ما كان الجراح متمكن ومتمرس في شغله زي الجراحات المفتوحة، وبتأدي نفس النتيجة. كلمة الرقعة كلمة فيصلية في العملية دي، يعني لما نيجي سيرة الرقعة، كلمة رقعة دي وهي عليها الحوار كله، يعني نقدر نقول ان هي المين ابيسودز، هي الحلقة الأساسية. يعني احنا بنتكلم على الرقعة، اتكلمني على الرقعة بقى. الرقعة هل في رقعة صناعية؟ هل هي رقعة طبيعية؟ قصص الرقعة ايه؟ بالظبط، في مبدئيا ثلاث أنواع من الرقعة عشان نقسمها. في رقعة ذاتية، يعني دي بتيجي من جسم المريض نفسه، انا بشوف مكان معين في جسم المريض انا ممكن اجيب فيه الرقعه، ودي عندي ليها ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو وتر العضله الخلفيه او الهامسترينج، دي ممكن ناخدها، ودي الاكثر شيوعا والاسهل والاقل الما للمريض ومشاكلا معاه بعد كده. في رقعه وتر الصابونه او الباتيلر تندون، في رقعه العضله الرباعيه او الكوادريسبس تندون، وفي رقعه من الغشاء الخارجي للفخذ اللي هو الاليوتيبال باند. الاربعه دول اوبشنز عندي مختلفين. بنبدا دايما بالهامسترينج، بنخلي الاثنين التانيين دول لحالات الريفيجن لو حصل عندي فشل مره او اتنين ممكن اخد منهم. بعض الدراسات اثبتت ان وتر العضله الرباعيه والصابونه اقوى، عشان كده في بعض الجراحين بيفضلوهم للعيبه او الناس المحترفه او البروفيشنال. النوع الثاني اللي هو وتر من متبرع، ده موجود في ألمانيا في أوروبا. لما حد بيتوفى بيتبرع بجسمه، بيأخذ أوتار معينة من هذا الجسم وبتعامل وبتجهز بحيث أن أنا أكون جاهز ومستعد بيها في حالات فشل الرباط الصليبي أو الريفيجن كسورس أو كمصدر للرقعة، لو المريض مثلا ما عندوش معينة، عمل 3-4 عمليات رباط صليبي ما عادش في أماكن أخذ منها، فأنا في الحالة دي بلجأ للرقعة اللي من متبرع ومتوفى، ودي مش موجودة عندنا في مصر. النوع الثالث اللي هو رقعة صناعية، دي ألياف من مواد معينة، ودي كانت إيرا أو فترة في السبعينات والثمانينات وأثبتت فشلها العالي جدا، وحاليا ما عادش حد بيستعملها تماما. دي بتقوم على أساس إن الجسم بيبدأ يفرز خلايا، والخلايا دي بتيجي في مكان الرقعة الصناعية وتستوطنها وتعمل رباط جديد، بس نسبة الفشل بتتعدى 50%، ودي نسبة غير مقبولة بحيث إن احنا نقدر نعتمد عليها. دايما انتوا بتقولوا او يعني معلوماتي انه خلي بالك لما بنركب لك الرقعه، احنا عايزين الرقعه دي يوصل لها دمويه، عايزين الرقعه دي تبدا فانكشنينج او وظيفيا تبدا تشتغل، فما تستعجلش على نفسك. الحته دي عايز افهمها منك. بالظبط، الرقعه دي احنا بناخدها ونتكلم عن اكثرها شيوعا من جسم الانسان. انا باجي باخد وتر من جسم الانسان، الوتر ده ساعه ما انا باخده بيكون وصل له دم جزء حي، لما احنا بنفصله بيبدا ينقطع عنه هذا الدم، وبالتالي بيتحول ساعه ما انا بعمل عمليه الى جسم ميت. انا بزرعه واحطه في النفق اللي تحت والنفق اللي فوق، يبدا بعد العمليه مباشره يتاكل او يموت، والجسم يحاول يوصله دم. فدي بتبقى زي مرحله حرب ما بين ان هو بيموت وان هو بيوصل له دم. في المرحله دي بيبقى يعني وقت العمليه بيكون قوي جدا، لأنه هو جاي بكامل قوته ومتانته، وبالتالي العيان بعد العملية بأسبوعين ثلاثة ممكن يحس إن رجله كويسة جدا، وده يشجعه ويغريه إن هو يبدأ يعمل حركات ومجهود عالي. طيب الجرافت ده أو الرقعة دي بتوصل عند 3-6 شهور إلى أضعف نقطة، اللي هي بتكون بدأت تتآكل ولسه الدم والغذاء الجديد ما وصلش وما بدأتش تنمو تاني، ودي بتكون نقطة صعبة جدا، لأن العيان تقريبا بيكون خلاص آثار العملية راحت، العيان خف بقى كويس جدا، ما عادش فيه اثار بعد العمليه، تورمات، الالام، وبيكون مشجع ليه جدا انه يجري، والمجهود اللي ممكن يبذله في الفتره دي الرقعه ما تقدرش تستحمله، فيحصل فيها استطاله،
يعني تبقى عامله زي البلاستيك اللي انت تشد عليه جامد، هو ما عندوش قدره على انه يحافظ على نفسه فيطول. فالرقعه بدل ما هي طولها مثلا 3 سم تبدا تتحول ل 3.5 او 4 سم، والطول ده ما بيكونش كافي لثبات الركبه، فكده تكون نتيجه ان العمليه فشلت. الدراسات اثبتت ان الرقعه دي محتاجه لها على الاقل من 9 ل 12 شهر علشان الدم يوصل لها تاني بصوره مرضيه وتمكنك من العوده بامان للرياضه. وبالتالي يعني حاليا لا ينصح بالعوده للرياضه والرياضه القويه قبل 12 شهر من العمليه. ايه اللي احنا نعمله بعد خلاص ركبنا الرباط الصليبي؟ تمام، ايه المطلوب من العلاج الطبيعي ودوره ايه؟ العلاج الطبيعي له دورين، دور قبل العمليه ودور بعد العمليه. الدور اللي قبل العمليه هو استعاده وضع مفصل الركبه لحاله شبه طبيعيه، ما يبقاش فيه ورم، ما يبقاش فيه انتفاخ، مدى الحركه يكون كامل عشان ابدا العمليه من نقطه كويسه وقلل المشاكل اللي ممكن تحصل بعد العمليه زي التيبسات والتليفات. عملنا العملية والركبة في وضع كويس، بتتنى بتتفرد مش ورمة. بعد العملية بيبدأ دور العلاج الطبيعي للوصول برضو لمدى الحركة الكويس، التخلص من التورم والالتهاب في الركبة والتحميل بصورة كاملة. يبدأ بعد العلاج الطبيعي يبدأ دور التأهيل، التأهيل اللي هو السبورت بروفيشنالز، يعني هيبدأ هيجري العيان، هيعمله التوازنات بتاعته، التناغم العضلي، لأن الركبة مش بتعتمد بس على الرباط الصليبي، ده في مجموعة كبيرة من العضلات اللي لازم يكون بينها تناغم علشان ما يحصلش تحميل زائد واستطالة تاني للرباط الصليبي ويبقى كأننا ما عملناش حاجة. إيه أكتر حاجة عايز توصي بيها لعيبة الكورة، الناس اللي عملت رباط صليبي، إنهم ياخدوا بالهم منها؟ وخصوصا إحنا بنشوفها ناس عملوا رباط صليبي بعد أول مباراة بيلعبها يجي له رباط صليبي تاني أو تفشل الرقعة زي ما بيقولوا. بالظبط، توقيت العودة لازم نحترم. العلم بيقولوا ان احنا 12 شهر 12 شهر. مش شطاره ان انت ترجع عن 9 شهور او اخصائي التاهيل يرجعك عن 6 شهور، انت بتحس انك كويس بس الرقعه او الرباط الصليبي الجديد لسه مش كويس، مش هيستحمل اللي انت بتعمله، لو ما اتقطعش هيحصل له ارتخاء وهتكون النتيجه مش مرضيه. فاول حاجه الصبر. النقطه الثانيه العزيمه والطموح، انت تقدر ترجع لمستوى زي الاول، ومش عايزين نقول احسن لانه الرباط بتاع ربنا ما فيش احسن منه، بس ممكن ترجع زي الاول بدون اي مشاكل، بس تلتزم بخطه العلاج اللي الجراح عملها لك، وجراح مش لوحده، معاه فريق التاهيل والعلاج الطبيعي مع الوقت. نحط كل ده في الاعتبار وربنا ينجينا من المشاكل اللي قد تحدث مع اي عمليه جراحيه، يبقى احنا وصلنا لبر الامان. انا ككابتن فريقي يعني هرجع بكره العب بعد اعتزال ده 15 عام، توصيني بايه؟ ما ترجعش تلعب بقى، احنا نرجع شويه الاول نأهل نقوي عضلات. اعمل ايه بالظبط؟ اللعيبه جاهزين بكره منتظرين. نتوكل على الله ونلعب كوره كده. ماشي يعني بالظبط في الاول كده. انا كنت والله لعيب، والله كنت لعيب جامد جدا، بس انا بقالي 15 سنه ما لعبتش. موضوع خطر. يبقى ناخد احساس الكوره تاني، ناخد احساس التناغم والتوازن العضلي. دي رساله والله جايه لي النهارده وبدك. بلاش تهور. يعني امشي كده وانا واقف بالظبط، ما اعملش سبرنتات، ما اجريش. لا، السبرنتات في خط مستقيم وجري مفيش فيها مشكله، المشكله دايما في تغيير الاتجاه او الدوران. وانت مش مستعد. دي اللي بتؤدي للقطع. لكن انت بتجري في خط مستقيم لابس كويس في مكان كويس ارضيه كويسه، مفيش مشكله من الجري خالص. بلا طمنك يا باشا. المهم ان انت موجود في مصر اليومين دول. احنا مع حضرتك. نورتنا. يعني اقول ايه؟ يعني ما اعرفش حاجه في الالماني بس نورتنا بالمصري بقى. دانك. شكرا جزيلا. طبعا يعني الاسم العالمي القدير، الاسم المتميز الكبير، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. يبقى الرباط الصليبي واحده من امتع الحوارات العلميه واكثرها يعني تشويقا واقلها حوارا في الميديا العربيه، لكن النهارده احنا بنمتلك كل الامكانيات وكل الخبرات العالميه موجوده في مصر. ضيفي العزيز واحد من هذه الخبرات، الاسم الكبير الاستاذ الدكتور محمد ابو العطا، استشاري جراحات ومناظير الركبه والكتف واصابات الملاعب، صاحب الزماله الالمانيه والبورد الاوروبي واستشاري جراحات ومناظير الركبه والكتف واصابات الملاعب الالمانيه في رونج كلينيك في بايرن ميونخ، وطبعا المساعد للبروفيسور إيم هوف الجراح العالمي لاصابات الملاعب والركبه، وزميل مركز سان انطونيو بتكساس بالولايات المتحده الامريكيه لجراحات مناظير الكتف المتقدمه. في اللقاء القادم عايز اسالك الفرق بين المدرسه الالمانيه والمدرسه الامريكيه، ده اكيد في فرق بينهم كبير.
في التعامل مع اصابات الملاعب والعمليات. يعني تقريبا ما فيش فرق في اطار العولمه والابحاث، كله دلوقتي بيعتمد على الابحاث والايفيدنس بيست، ايه اللي بيحصل ايه اللي بنتعامل معاه. الالمان من النوع اللي عامه بيحبوا يوصلوا للخط او نهايه الخط بسرعه، وبالتالي القابليه لاجراء العمليات بتكون بتلقى تشجيع اكتر ورواج اكتر شويه يمكن. الامريكان عندهم صبر شويه، ممكن يكون في نقطه صبر، لكن الطريق عندنا قصير شويه. نورت يا دكتور، شرفتنا، ربنا يخليك. خلي بالكم من ركبتكم، خلي بالكم من صحتكم، وكل شاب ربنا يحفظه. واعتقد انه رساله وصلت لزملائي بكره ان شاء الله، انه محدش فيهم يقف قدامي وانا برقص، سيبوني ارقص لنفسي او مع نفسي كده عادي، احنا بنمشي الامور برضو بالود يعني. الرشوه مفيش احسن منها يا باشا، نظبط العيال بعشوه كلهم يوسعوا وحط جوه بالظبط. والطيب احسن. الطيب.